كنا اتكلمنا في فيديو فات عن ان دانهل لندن هو من اكتر البرفانات اللي في الكوليكشن عندي، جابت لي اعجابات او الناس ابدت اعجابها بيها، فجابت لي فكره ان انا اعمل فيديو عن اكتر البرفانات في الكوليكشن اللي الناس اعجبت بيها. طبعا اول واحد بدون منازع بالنسبه لي هو دانهل لندن، ده ستيبل عندي في الكوليكشن، كل ما بيخلص بجيبه تاني. برفان رخيص و يعني اداؤه كويس وريحته ممتازه بصراحه، مفيش حد ما عجبوش قبل كده. تاني واحد هو مون بلو انديفيديوالي، ما اعرفش اذا كنا اتكلمنا عليه قبل كده ولا لسه، ما اظنش. البارفان ده من مون بلو، ناس كتير بيحبوه، بتبقى ريحتك ملحوظه يعني او مميزه. سعره مش غالي قوي، تقريبا ب 40 دولار ل 100 مللي، فسعره كويس مش بطال، وريحته بتلفت الانتباه وناس كتير بتحبه. تالت واحد هو غريب شويه ان انا بقول ده، برضه من زارا وورد بلاك، ده لسه مكتشفه من فتره. جربته لمده اسبوع 10 ايام وكانت المفاجأة، ناس كتير بتحبه، أنا نفسي حبيته، ريحته تركيبته جميلة، بتحس الفانيلا اللي فيه بتبقى يعني مع الجو الساقع شوية والجو مبتدي يبرد شوية، بتحس إن هو يعني مناسب للجو ده، فناس كتير بتبدي إعجابها بيه، وأنت نفسك وأنت حاطه بتبقى يعني مبسوط من نفسك، مش منزعج من ريحته ولا حاجة. آخر واحد معانا هو برضو من أكتر البارفانات اللي بتجيب إعجابات، سي اتش مان بريفي من كارولينا هيريرا. البرفان ده غالي شوية، 60 أو 70 دولار للميت ملي، ف يعني جربه الأول، أنا واثق إنك هتحبه، مفيش حد ما معجبش بيه، بس ريحته طاغي عليه الجلد والكحوليات اللي هو الويسكي والرم، فممكن ما يعجبش كل الناس، بس يعني سمعت كومبلمنتس كتير قوي من الناس، ف يعني ده بالنسبة لي يصنف رقم 4 في الإطراءات من الناس يعني. فهم دول الاربع برفانات اللي حاليا بيجيبوا لي اكتر اعجابات، دانهل لندن ومون بلو وزارا وسي اتش مان بريفي. طبعا ده ارخصهم 11 دولار ل 100 مللي، فيعني لو الميزانيه هي العامل هو ده بدون كلام.